سلطة الحمص النهاردة هنعملها ازاي عقبال ما الزبدة تسيح. عبارة عن طحينة، ليمون، ثوم مفروم، بابريكا، كمون، لبن رايب، زبادي، حمص. خلاص، هي الحمص بالطحينة عادة بنعملها حمص وطحينة وبابريكا وثوم وليمون وزيت زيتون وخلاص. أنا المرة دي مزودة الزبادي ولبن رايب، بيطريها وبيخلي فيه مزازة كده وطعمها حلو جدا جدا. ماشي، هجيب بس الكبة أول حاجة عشان أحط فيها الحمص أهو كده. وأحط معاه مع الحمص الليمون والثوم المفروم أهو والكمون والبابريكا، وبعدين هقلبها تقليبة كده. وابتدي احط زيت الزيتون وانا بقلب. شوية هحط الطحينة خلاص، بس ابص على ده كده الاول. نقلب كده الحمص عشان كله يدوب. في ناس بتحبه ناعم خالص بيوريه، وفي ناس بتحبه يبقى مجروش شوية. كل واحد بقى على حسب هو بيحبه ازاي. انا مثلا بحبه ناعم قوي، وبالذات كمان اللي عندهم قولون يا ريت يبقى ناعم خالص. نحط معلقة كده من لبن الرايب بيلحلحه كده شوية خلاص. وبعدين هنحط الطحينة وهحط شوية بس مية كده مع الطحينة. حطينا حمص وحطينا بابريكا وحطينا كمون وليمون وطحينه، وحطينا بقى زبادي لسه هحطه دلوقتي. حطينا لبن رايب اهو، ونقلب بس تقليبه كده. فاضل معلقه الزبادي اهو. اللي هتخليه مزز وجميل جدا. بس هبتدي بقى احطه في طبق التقديم. بصوا، طبق معتبر يعني من سلطة الحمص. وعايزة اقول لكم خفيف جدا، وعايزة اقول لكم ان طبق سلطة الحمص ده مفيد جدا 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 على السحور. مش قادرة احكي لكم هو مفيد ازاي الطبق ده. هجيب كده ليمونة وايه، وعايزة اعصرها انا بس ايه. على فكرة الطريقة دي، لا الطريقة دي سهلة قوي عشان المية اللي في الليمون تنزل معانا بسهولة. نضغط كده جامد قوي على الليمونة، وكمان ممكن نحطها في مية دافية لمدة كده 10 دقايق، برضو بتخلي مية الليمون تنزل بسهولة. هنحط كده ليمون كده فوق الوش خلاص. هنا كمان فاضل كمان الزيت الزيتون اللي بيليق جدا 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 مع سلطة الحمص اللي بالطحينة والزبادي ولبن الرايب.
اخر حاجه بقى هعملها هحط كده طماطم على الوش.